تهانينا لجميع الفائزين في هذه الانطلاقات والتحديات الرائعة مشاهدينا متابعينا الكرام. مع هذا السن نتابع ملخص ما دار من حوار في هذه الأمسية التراثية الجميلة. الشوط الأول، الشوط الخاص باللقاية لبكار المحليات الأصايل، دفرة تنتزع الصدارة وتهدي ناموس هذا الشوط لهجن العاصفة وبقيادة حمد بن راشد بن غدير، تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 7 دقائق 43 ثانية وخمس أجزاء من الثانية. أما الشوط الثاني فكان الموعد حاضرا مشاهدينا متابعينا الكرام للسايحة وبشعار هجن العاصفة وبقيادة حمد بن راشد بن غدير من قادة السايحة أيضا اللي انطلقت بصدارة وناموس الشوط الأول الخاص بالمهجنات كي تقطع مسافة 5 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 7 دقائق و39 ثانية وجزئين من الثانية. عرض رائع قدمته السايحة في هذا المساء الجميل في أول أشواط المهجنات من سن اللقاية، لحظات وصولها إلى خط النهاية 7 دقائق 39 ثانية جزئين من الثانية. أما الشوط الثالث فيصحى الواعي أيضا وينتزع الصدارة ويطير بناموس هذا الشوط ويغرد وحيدا خارج السرب في انطلاقته المتميزة بشعار هجن العاصفة وبقيادة حمد بن راشد بن غدير، يسجل توقيت أيضا متميز ورائع في هذه الأمسية التراثية الجميلة 7 دقائق 37 ثانية و6 أجزاء من الثانية. أما الشوط الرابع مكملا للجولة الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام، برهوم ينتزع الصدارة أيضا ويهدي ناموس هذا الشوط لهجن العاصفة ليكتمل أيضا المربع الذهبي بأول أشواط مساء هذا اليوم بهذا الشعار، شعار هجن العاصفة الذي حضر بكل قوة في هذا المساء الجميل وفي هذه الأمسية التراثية الجميلة مع سن اللقاية. برهوم يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 7 دقائق 46 ثانية و4 أجزاء من الثانية. أما الشوط الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام وبداية الجولة الثانية، تنتزع الصدارة هقاوي أيضا من هجن العاصفة اللي باعدت المسافة في اللحظات الأخيرة وفي الأمتار النهائية وبشعار هجن العاصفة وبقيادة المضمر الواثق من قدراته دائما في هذه الانطلاقات والتحديات الرائعة. تقطع هقاوي مسافة 5 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 7 دقائق 40 ثانية و6 أجزاء من الثانية. أما الشوط السادس مشاهدينا متابعينا الكرام فكان الموعد حاضرا أيضا والتنافس واللحظات الأخيرة والمنظر أيضا التنافس أو الصراع كان أيضا والتنافس حتى اللحظات الأخيرة والمعركة اللي ولعت ما بين العنود وما بين سياسة وما بين أمسكته، ولكن العنود تعاند الجميع تنطلق بالناموس في اللحظات الأخيرة وبشعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 7 دقائق 47 ثانية و3 أجزاء من الثانية. تهانينا أيضا للمحنك سعيد بن راشد بن غدير. أما الشوط السابع فجاء سديح أيضا منفردا بناموس هذا الشوط ومنطلقا أيضا بالتحدي والإثارة، سديح وبشعار هجن العاصفة وبقيادة مضمرة الواثق حمد بن راشد بن غدير، ينتزع الصدارة في الشوط السابع بعدما قدم أيضا الأداء المتميز والعرض الرائع والانفراد بناموس هذا الشوط. سديح التابع لهجن العاصفة يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 7 دقائق 46 ثانية و3 أجزاء من الثانية. يأتي مشاهدينا متابعينا الكرام بارود في الشوط الثامن أيضا ليحتضن الناموس بهذا الأداء الرائع، بارود وبشعار هجن العاصفة وبقيادة حمد بن راشد بن غدير بعدما انفرد أيضا في اللحظات الأخيرة وانطلق بناموس هذا الشوط وثبت أيضا وانطلاقته الجميلة والرائعة حتى اللحظات الأخيرة، يحتضن خط النهاية في فترة زمنية مقدارها 7 دقائق 49 ثانية و6 أجزاء من الثانية. أما الشوط التاسع مشاهدينا متابعينا الكرام وبداية الجولة الثالثة فكان الموعد حاضرا مع البارعة الذي برعت أيضا في هذا المساء الجميل بالانطلاق الرائع والتوقيت الأفضل والأجمل في هذه الأمسية التراثية الجميلة. البارعة بعدما أيضا برعت في اقتناص ناموس هذا الشوط وبرعت أيضا في اقتناص التوقيت الأفضل والأجمل بشعار هجن العاصفة وبقيادة مضمرة
يغمرها حمد بن راشد بن غدير 7 دقائق 37 ثانية، توقيتها المتميز وهو التوقيت الأفضل والأجمل في هذه الأمسية التراثية الجميلة والرائعة. أما الشوط العاشر مشاهدينا متابعينا الكرام فتنطلق فيه الظبي، هذا الاسم اللامع في هذا العالم الساحر عالم الأصايل، لتهدي ناموس هذا الشوط لهجن العاصفة وللمضمر حمد بن راشد بن غدير. الظبي تنطلق في اللحظات الأخيرة تثبت للجميع أنها بطلة هذا الشوط بكل جدارة وبكل استحقاق، تقطع المسافة في 7 دقائق 41 ثانية و6 أجزاء من الثانية. أما شوطنا 11 مشاهدينا متابعينا الكرام فالخمري ينتصر أيضا ويهدي ناموسي هذا الشوط لهجن العاصفة والمضمرة حمد بن راشد بن غدير، والتنافس أيضا كان مع إرسال بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وبقيادة المتعب محمد بن صعيب بن روشد، ولكن الخمري من انطلق في اللحظات الأخيرة والتنافس الواضح أيضا على شاشة دبي ريسنج، ولكن الخمري ينطلق بالصدارة في الأمتار النهائية، يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 7 دقائق 52 ثانية وفاء وتماما. ياتي معري مشاهدينا متابعينا الكرام في الشوط الثاني عشر ايضا منطلقا متحديا للجميع بهذا الانطلاق الرائع المعري وهذا الاسم التراثي الجميل في هذا العالم الساحر وبشعار هجن العاصفة، ينطلق باللحظات الأخيرة وفي الأمتار النهائية وفي رحلة 5 كيلومترات ليهدي ناموسي هذا الشوط لهذا الشعار شعار هجن العاصفة، من انتزع الصدارة أيضا ويقطع المسافة في 7 دقائق 48 ثانية و6 أجزاء من الثانية. أما شوطنا 13 مشاهدينا متابعينا الكرام فكانت التحديات واضحة حتى اللحظات الأخيرة، والكوكبة الثلاثية في الأمتار النهائية والتنافس ما بين هملولة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم الشعار الأزرق وغزر التابع لهجن العاصفة، ولكن هملولة صمدت في اللحظات الأخيرة وانتزعت الصدارة وهدت ناموس هذا الشوط لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وللمضمر أحمد سلطان بن رشيد، تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 7 دقائق 46 ثانية و3 أجزاء من الثانية. أما شوط الختام مشاهدينا متابعينا الكرام هطلت مزون الخير مع مزون بشعار هجن العاصفة أيضا، والعنود اللي كانت أيضا ضد وتنافس في هذا الشوط بشعار سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني، ولكن مزون تمطر في اللحظات الأخيرة لتهدي ناموسي هذا الشوط لهجن العاصفة ولمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وإلى المضمر حمد بن راشد بن غدير، تقطع المسافة مزون في فترة زمنية مقدارها 7 دقائق 52 ثانية و6 أجزاء من الثانية. هذا ما كان لدينا مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه الأمسية التراثية الجميلة. إلى هنا نأتي إلى ختام سباق هذا المساء، تقبلوا تحيات الجميع فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.